السيد المالكي هو مايسترو، مايسترو العمل السياسي في العراق. زين، لا لا عليه احد في هذه القضيه. الرجل فهم اللعبه بشكل واقعي. اذا هي رساله حقيقه لربما مداعبه، لربما تطبيق قوافر موازنه، اعاده موازين القوى مره اخرى للتيار الصدري، باعتبار التيار الصدري الان هنالك اشارات واضحه من انه يستعد لدخول الانتخابات القادمه. يعني واحد. هذا انه اولا انه هو يغازل التيار الصدري، هذا واحد. اثنين، زين. اثنين نعلم انه قضيه ما بعد السيد مالك حقيقه وانتهت الحكومه مالته الثانيه بدا التراجع من 102 او 107 مقعد في مجلس النواب العراقي في دوره 25، وهذه الدوره دوله القانون. نعم، اذا اصبح هنالك تراجع في هذا الواقع. اذا انا اعتقد في هذه القضيه ومن نظره تحليليه وجود السيد السوداني الان واداءه ورضى الشارع حقيقة عن هذا الأداء لربما أيضا سوف يسحب ويقلل من شعبية السيد المالكي إذا ما استمر العمل وإذا ما استمرت هنالك عدد من أنواع الخدمات التي تقدم للمواطن العراقي وتحقق هذه بطريقة أو بأخرى الآلية اللي يعني المالكي قلق من 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 السودان. هذا ما نقرأ.